السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو حاب أتكلم معكم عن موضوع شوي أكبر من نطاق الزراعة ونطاق الحديقة. خلنا نقول طبعا البعض منكم قد يكون شاف تقرير الأمم المتحدة بخصوص حدر الطعام في العالم، قد تكون بعض الجرائد المحلية عندكم نشرت هذه المعلومات. احنا عندنا في البحرين المعلومات نشرت، وراح أحط لكم رابط في وصف الفيديو حق التقرير الكامل من الأمم المتحدة بخصوص حدر الطعام حق سنة 2021. للأسف التقرير مو موجود إلا باللغة الإنجليزية، فاللي ما عنده حاجز اللغة ممكن يطلع على التقرير كامل ويشوف تفاصيل التقرير وكيف جمعت المعلومات وتفاصيل المعلومات بشكل دقيق أكثر، لأن أنا ما راح أدخل في التفاصيل هذه في الفيديو معاكم. ولكن بس اللي حاب أناقشكم فيه اللي هو بخصوص الأرقام والكميات من حدر الطعام اللي طلعت بالنسبة للعالم العربي، دول العالم العربي، وبالتحديد اللي هي من مخلفات البيوت، لأن في تصنيف اللي هو التجاري والسكني وكذا يعني. فإحنا راح نتناول الموضوع على مستوى الأفراد أو البيوت. في أرقام كثيرة في التقرير، فأنا راح أتكلم معكم على مثل ما قلت الحدر للطعام في مستوى الفرد في البيت أو في البيوت. فالأرقام اللي راح أعطيكم إياها اللي هي كمية حدر الطعام بالكيلو للفرد في السنة. طبعا الأرقام هذه يأخذونها من إجمالي هدر البيوت في الدولة ويقسمونها على التعداد السكاني، فتعطيهم رقم تقريبي على هذه الشيء. راح نتكلم عن الأرقام أولاً، وبعدين راح أدخل معاكم في الموضوع أو المشروع اللي حاب أسويه معاكم. طبعاً على مستوى العالم الدولة اللي أكثر هدراً للطعام على مستوى الفرد في السنة اللي هي نيجيريا. نيجيريا تقدر أن الفرد يهدر 189 كيلوغرام من الأكل في السنة، فهذه على مستوى العالم. لما ندخل في العالم العربي للأسف البحرين هي أعلى دولة هدراً للطعام في مستوى العالم العربي. كمية اللي يهدرها الفرد في السنة هي 132 كيلوغرام من الأكل في السنة. بعد البحرين تتبعها دولة العراق، الفرد يهدر 120 كيلوغرام في السنة. بعد العراق عندنا المملكة العربية السعودية ولبنان، اثنينهم بنفس الرقم اللي هو 105 كيلو للفرد في السنة. بعدهم عندنا سوريا واليمن، 104 كيلو للفرد في السنة. بعدها عندنا فلسطين، 101 كيلو للفرد في السنة. بعد فلسطين عندنا الكوموروس وجيبوتي وموريتانيا، 100 كيلو للفرد في السنة. بعدها عندنا السودان، 97 كيلو للفرد. بعد السودان عندنا الكويت وعمان وقطر والإمارات، كلهم 95 كيلو للفرد. بعدهم عندنا الأردن، 93 كيلو للفرد في السنة. بعد الأردن عندنا تونس والجزائر ومصر والمغرب، 91 كيلو للفرد. وأقل دولة هدراً للطعام في العالم العربي اللي هي ليبيا، 76 كيلو للفرد. مقارنة أقل دولة هدراً للطعام في العالم هي روسيا، 33 كيلو للفرد. فاللي أحب أنا أتكلم فيه معاكم اللي هو كيف إحنا كمن خلال الأشياء اللي نسويها في الحديقة وفي الزراعة نقلل من هدر الطعام ونستفيد من هذه المخلفات. طبعا احنا تكلمنا في فيديو الكومبوست، وراح يطلع عندكم الرابط في اعلى الشاشة عن طريقة صناعة الكومبوست. فاللي راح اسويه معاكم اللي هو كالتالي. عندي هذه الزيلة، راح استخدم هذه الزيلة عندي في المطبخ، راح اخليها في المطبخ على اساس اجمع فيها مخلفات المطبخ من يعني من خضروات، من قهوة، من كل هذه الأمور. أنا طبعاً ذكرت لكم في فيديو عن استخدام مخلفات القهوة أو البن المستخدم من القهوة في الحديقة. طبعاً الكل ما يسوي اللي أنا أسويه إنه يجمع البن ويستخدمه في الحديقة. فاللي راح أسويه إني راح أتصرف كأني شخص عادي وما أجمع القهوة، راح أحطها في الزيلة هذه فراح تدخل في الكومبوست على طول. فعندي زيلة فارغة حاليا فيها بس مواد كربونية من الحديقة من أغصان وأوراق وكذا، فراح نتكلم عن كمية
المواد اللي أنا ممكن أوفرها من إن تهدر أو الله يعزكم ترمى في القمامة أو تعتبر هدر، إن نحولها إلى كومبوست ونستفيد منها في الحديقة. فهذه راح يكون المشروع معاكم اللي راح أسويه، إن راح أجمع المواد هذه كلها على مر سنة كاملة، وراح نشوف الإجمالي، وراح أقسمه على عدد الأفراد عندي في البيت، وراح نشوف كم من المواد نقدر نوفر على مستوى السنة بمجرد ان احنا نصنع كومبوست في الفرد. فاللي راح اسويه اول شيء اني راح اوزن هذه الزيلة، راح اوزنها معاكم ونشوف وزنها وهي فارغة، على اساس كل ما تمتلئ راح اوزنها وناخذ صافي وزن المحتويات، وراح اسجل كل مرة تمتلئ راح اسجل الاوزان على اساس نحصل الاجمالي اخر السنة، وبعدين نقسمه على الفرد، وراح أسجل بالشهر وبالتواريخ على أساس يكون عندنا معلومات دقيقة بأن احنا كيف راح نقدر نوفر أو نقلل من هدر المواد ونستفيد منها في حديقتنا، بالذات اللي زرعون زراعة عضوية في البيت راح يصير عندكم سماد، راح يقلل عليكم من الشراء من الأسمدة، راح يكون عندكم سماد عضوي أغنى من اللي تشترونه في السوق وبمجاني، ويعني وهم أنتوا فتوا البيئة وفتوا بلدكم وفتوا أنفسكم بأن قللتوا من هدر المواد وحفظ النعمة. في البداية وفي النهاية هذه كلها نعم من رب العالمين، ولازم علينا كل واجب علينا كلنا أن نحافظ على النعم اللي إحنا فيها، لأن في النهاية النعمة زوالة، ما في شيء يدوم بالذات إذا ما حافظنا على النعمة وشكرنا النعمة. فمثل ما إحنا شايفين عندي هذا الميزان، الحين مصفر الميزان، فراح أحط الزيلة على الميزان ونشوف كم وزن الزيلة. هذه الحين عندي وزن الزيلة كيلو وخمسين جرام، خلنا نقول كيلو وخمسين جرام، طيب 52 جرام، خلنا نأخذ الرقم الأعلى كيلو 52 جرام، راح نعتمد هذا الرقم كوزن الزيلة، وراح بعدها مثل ما قلت كل ما تمتلئ راح نوزنها وبعدين نفرغها في الكومبوست، وبعدها راح نشوف المجموع السنوي. الحين بعد مرور سنة كاملة أنا بديت في تجميع الله يعزكم المخلفات من المطبخ في تاريخ 27 أكتوبر 2021، وآخر دفعة كانت من المخلفات اللي وزنتها كانت في تاريخ 26 أكتوبر 2022. فكم وصلنا من مخلفات وزن صافي؟ وصلنا 215 كيلو من المخلفات، هذه بس مخلفات المطبخ اللي وفرناها في سنة كاملة، يعني للفرد تقريبا وفرنا 27 كيلو من مخلفات المطبخ أو من الطعام اللي حولناه إلى كومبوست، هذه في سنة واحدة. فشنو تعني إن إحنا قللنا هدر الطعام للفرد ب 27 كيلو جرام في السنة؟ لو خدنا مثلا البحرين كمثال، تعداد السكاني في البحرين 1,700,000 فرد، يعني لو كل فرد قدر يوفر هذه 27 كيلو يوفرها من أن ترمى من المخلفات من الطعام وتحول إلى كومبوست بطريقة أو غيرها، إحنا نتكلم عن تقليص هدر الطعام والمخلفات في البحرين ب 47 مليون كيلو سنويا، يعني 47 كيلو طن، هذه كمية مهولة ترى، 47 كيلو طن في السنة، هذه أن تزال من الله يعزكم المخلفات والقمامة. لو قلنا أن راح نحولها هذه إلى كومبوست، معناتها أن إحنا مقابل هذه 47 كيلو طن لازم نضيف مواد كربونية، لأن هذه مواد نيتروجينية، فنضاعف الرقم، فنوصل حق تقريبا 94 كيلو طن من الكومبوست، هذه قدرة إنتاجية فقط من المخلفات. لو افترضنا ان المواد الكربونية هذه احنا راح نجيبها من مخلفات تقليم الاشجار في الشارع والاخشاب والاغصان، وهذه اللي تقلم وترمى او ما اعرف شنو مصيرها، تحرق ما اعرف شنو مصيرها،
من تقليم النخل وغيره، وهذه كلها ممكن يقلص 94 كيلو طن. شنو معناته 94 كيلو طن؟ على أساس نفهم تصور أكثر شنو معنات 94 كيلو طن، رح نبقى في إطار الأمم المتحدة. الأمم المتحدة تعرف الغابة إن هي مساحة لا تقل عن هكتار واحد، الهكتار اللي هو 0.01 كيلومتر مربع، مو مساحة وايد عودة. لازم الأشجار تكون فيه توصل 5 متر في الارتفاع، وإن السقف الغابة يغطي 10% من المساحة، فمو بصعب، شيء جدا مو بصعب. فشنو معناته هذه إن مساحة الغابة هي 0.01 كيلومتر مربع، وإن إحنا ننتج 94 كيلو طن من الكومبوست؟ شنو معناته هذه؟ شنو يعني لنا كدول صحراوية؟ شنو معناته؟ لو قلنا إن إحنا راح نأخذ كيلومتر مربع، كيلومتر مربع يعني كيلومتر في كيلومتر، يعني هذه أضعاف مضاعفة من المساحة المطلوبة للأمم المتحدة إن إحنا نقول غابة. كمية الكومبوست اللي راح نحتاجها، وهذه حسب أرقام وبحوث ودراسات، الكمية من الكومبوست اللي راح نحتاجها حق كيلو مربع، كيلومتر مربع، فقط 33 كيلو طن. يعني معناته عندي للحين ضعفين من الكومبوست ما استخدمتهم، ضعفين، يعني فوق 60 كيلو طن ما استخدمتهم للحين. فهاي انتاج سنة واحدة. انا ممكن اخضر الصحراء بانتاج سنة واحدة، انتم متخيلين؟ ترى والله الموضوع عود. لو احنا خذنا هذا الرقم اللي هو 27 كيلو للفرد في السنة من المخلفات اللي ممكن تنشال وتحول الى كومبوست، عندنا هذه الجدول يبين لنا كمية المخلفات حسب التعداد السكاني المعلن لهذه الدول العربية، كم احنا ممكن نوفر، وكم من الكومبوست اللي ممكن ننتجه لهذه الدول العربية. فهذه كمية لا يستهان بها، ممكن العالم العربي يبتدي صدقوني يصدر كومبوست إلى العالم، وممكن صدقوني هالمناطق الصحراوية تتخضر بهذه الأرقام. هذه أرقام مهولة للعام الواحد، فإحنا لو خذناها على 5 سنين راح تنبني عندنا غابات بشكل مهول بكل بساطة، وما تحتاج مجهود كبير. ولكن هذه هي الخطوة الأولى، إن إحنا ناخذ هذه المخلفات ونحولها، بالذات الدول اللي عندها تعداد سكاني يعني في حجم. يعني البحرين 1,700,000، رقم صغير، لكن لو قارنا مثلا بدول مثل المملكة العربية السعودية، العراق، مصر، هذه فيها تعداد أرقام مهولة تطلع مثل ما شفتوا في الجدول. فحرام، والله حرام هذه اللي قاعد يصير. هذه فرصة، والله العظيم هذه فرصة ونعمة، هذه مو بمخلفات، هذه نعمة. وجزء من حفظ النعمة ان احنا نستفيد منها ونستغلها، بدال ما نعتبرها قمامة ويكون مصيرها اللي هو يكون. فأتمنى ان الكل يفكر في هالكلام، واللي يستطيع ارجو منه ان يوصل هذه الفيديو الى اي مسؤول عنده في البحرين او في اي بلد، ويأخذ الموضوع بشكل جدي، لأن ترى جدا سهل إن إحنا هذه المناطق نخضرها ونرجع الحياة الفطرية فيها، وتنقلب من صحراء وتصحر وأتربة متحركة ورمال متحركة وكذا إلى مناطق خضراء خصبة، فقط بأن إحنا نكون نتصرف بشكل مسؤول عن مخلفاتنا، فقط لا غير، فقط لا غير، ما نحتاج شيء ثاني. فأتمنى أن استفدتوا من هذه الفيديو، وأنا تعمدت أن أفتتح هذا الموسم وياكم بهذه الفيديو لأن موضوع جاد وموضوع مهم، وأشوفكم إن شاء الله في الفيديو الجاي. في أمان الله.